السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. قبل كم شهر كانت أيام كل واحد جاي يتعلم، اختبارات، امتحانات، سهر، كانت أشياء كثيرة جلسين نعملها. أنا مقدر هذا الشيء كله منكم، تعبتوا، بذلتوا، تعبتوا كل يوم جلسين في اختبارات، في هم، حتى توصلون لشيء معين. وقبل أسبوع فتح تسجيل الجامعة، وكان كل واحد له حلم أنه يوصل له في هذا اليوم. بالأمس جيتوا، رتبتوا ملابسكم، تكشختوا، تزينتوا، وقبل لا تنامون كان في حلم عند كل واحد. كل واحد هنا عنده حلم يبغى يوصل له، عنده حلم يبغى يحققه، اللي يبغى يصير مهندس، اللي يبغى يصير دكتور، واللي يبغى يصير معيد، واللي يبغى يصير طيار. كل واحد عنده أحلام كثيرة. اليوم في هذا الصباح وأنتم متوجهين كل واحد بسيارته، كل واحد جالس يحاتي شنو جامعة الملك فيصل، شنو هالجامعة، كل واحد جالس يفكر ويفكر، لبس، شغل السيارة، جالس يحاتي جيته هنا. لكن أنا بيقول لكم أن هذا اليوم هو يوم أفضل يوم ممكن تمرون فيه. اليوم أنتوا بديتوا في أولى خطوات النجاح، هي الحياة الجامعية. من هذا المنبر ومن هذه اللحظة ألف 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 مبروك أنكم جيتوا دخلتوا جامعة الملك فيصل، فأهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أدردش معاكم بدردشة سريعة خفيفة لطيفة. كل واحد هنا عنده شوية أسئلة وعنده شوية أمور يبغى يعرفها عن الجامعة. اليوم البروجيكتور، اليوم في أكثر من نقطة راح نتكلم عنها. أول شيء الجامعة. الجامعة لازم أول شيء أن تحمد ربك أنك أنت كنت من غير ناس كثير كانوا يتمنون يدخلون الجامعة. دخول الجامعة ما هو سهل، لكن أنتوا ملهمين، أنتوا حاربتوا كل هذه الأيام، كل هذه الشهور علشان توصلوا لهدف وتحققونه بإذن الله. فأول حاجة أنك تستفيد من الجامعة. الجامعة ترى مكان جدا جميل، راح تتغير فيه أشياء كثيرة من أول ما تدخل الجامعة. راح تتعلم أشياء كثيرة، راح تعرف أشياء كثيرة. أول شيء ذاتك، ذاتك راح تعرف نفسك، راح تعرف أنت ليش موجود، وراح تعرف إيش الشيء اللي أنت تحبه، وإيش الشيء اللي أنت راح تسعى له. راح تعرف أن النقطة الأساسية لكل طالب أنه يصنع أثر، يصنع شهادة يعتز فيها، ويحقق أشياء يطمح لها في المستقبل. الأمر الآخر المسؤولية. الآن أنتوا ما شاء الله وقت الثانوية انتهى، لكن الآن وقت الجامعة. الجامعة تعتمد عليك بشكل كبير. الوالد الله يحفظها، الوالد الله يحفظه، ما راح يكون معك دائم. هنا أنت تبدأ تعتمد على نفسك بكل شيء، سواء من أول صحتك للنوم، اختباراتك، مذاكرتك،
جميع الأشياء اللي في الجامعة أنت مسؤول عنها، أنت الآن رجل تقدر تتحمل المسؤولية. معلم المادة في السابق كان يجي ويقول لك يا أحمد يا عبد الله احرص احرص ترى ها نزلت. الآن في الجامعة لابد أنك أنت تحرص على نفسك، هذا مستقبلك، هذا طموحك، لازم تصعد له. نقطة أتوقع الكثير هنا جالس يحاتيها، موضوع الأصدقاء. موضوع الأصدقاء مرة جدا أتوقع الواحد يقول مين أعرف مين ما أعرف، لكن أنا ودي أبدأ ونبدأ كلنا، أنتوا كلكم دفعة واحدة، فأتمنى أنك تسلم على يمينك وعلى يسارك، وأنا ببدأ بمحمد. محمد السلام عليكم، كيف الحال؟ بش عنك؟ كيف الصحة؟ أتمنى تتعرفون على جنبكم لأن كلكم راح تكون دفعة واحدة. آخر شيء حاب أركز عليه المحاضرات. المحاضرات نقطة جدا مهمة. أختصر وأوجز أن الجامعة مكان جدا جميل، يجب أنك تستمتع، لا تستحي، اسأل وتعلم، جرب وركز بكل شيء مر عليك، لا تفوت يوم، لا تفوت يوم واحد ما تستفيد منه من الجامعة. الجامعة مكان جدا جميل يجب أنك تستمتع فيه. وما شاء الله أنتم كلكم شباب. حاب أختم بحاجة أقدر أسميها ذكرى. كل واحد عنده جوال صح؟ حاب أني أسوي الآن سنابة، برضو ممكن سناب الجامعة يصورها، أن كلنا نقول جامعة الملك فيصل. أنا بقول أهلا وسهلا فيكم فيه، وأنتم تقولون جامعة الملك فيصل. جاهزين؟ ما أسمع، جاهزين؟ كل واحد يطلع جواله. السلام عليكم، اليوم شرفوني الطلاب المستجدين في الجامعة، وأهلا وسهلا في تحية. الله يعطيكم العافية. إخواني، أما الآن مع كلمة ترحيبية من سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار، فليتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم جميعا قبولكم في الجامعة، جامعة الملك فيصل. احنا سعيدين اليوم بهذا اللقاء الطيب اللي من خلاله نريد أن نلقي الضوء على بعض القضايا المهمة التي تهمك أنت كطالب، وتسعدنا إحنا كمسؤولين في الجامعة أن إحنا ننقلها لك بالطريقة الصحيحة حتى تكون على دراية وعلى معرفة من البداية بهذه الأمور جميعا. فأهلا وسهلا بكم في رحاب الجامعة. الأستاذ مساعد من شوية هو أحد طلاب الجامعة، تميز وأبرز تميزه في التخصص تبعه وفي الأنشطة والمشاركة في فعاليات الجامعة. ألقى الضوء على بعض القضايا المهمة. أنت كنت في العام الماضي موجود على مقاعد الثانوية العامة. الدراسة في الثانوية في المدارس العامة تختلف عن الدراسة في الجامعة، لذلك ينبغي عليك أن تتعرف
وتحاول أن تكيف نفسك وتساعد نفسك على التأقلم مع البيئة الجامعية بما يخدمك أنت كطالب وبما يخدم تخصصك. ذكر بعض النقاط المهمة كذلك، منها المسؤولية. المسؤولية المسؤولية. أنت كنت في وقت ما كنت بالثانوية في نوع من اللي هو الاعتماد على الأسرة بشكل كبير. الآن لابد يكون لك شخصيتك، لابد يكون لك ذاتك، لابد أن تكون أنت من تقع عليك المسؤولية. فلذلك ينبغي عليك أنك أنت تحاول في المراحل الأولى، يمكن بعض منكم يسمع من أخوه أو أخته من قبل عن الدراسة الجامعية وعن اللي هو طريقة المحاضرات وعن اللي هو المسؤولية، كيف أنا بحضر المحاضرة هذه، يمكن أغيب، يمكن الجامعة لا توجد لها أسوار مثل المدارس الثانوية أو المدارس العامة. أنت مسؤول عن ما تعمل، فلذلك أنت تتحمل المسؤولية من أول يوم دخولك في الجامعة. الأسبوع الجاي يوم الأحد ستكون أولى المحاضرات بمشيئة الله. لن يأتي أحد ويقول لك ادخل القاعة عندك محاضرة، بل أنت ستتأكد من جدولك وتدخل إلى هذه القاعة. ليه؟ لأنه لو لم تدخل إلى هذه القاعة سيترتب على ذلك كثير من الأمور، وإذا جيت في آخر الفصل الدراسي وقلت أنا ما حد قال لي، نقول لك لا، أنت المسؤول عن نفسك. فلذلك الحرص على المحاضرات، متابعتها والتعامل معها من خلال تحمل المسؤولية هو الأساس في هذه المرحلة. هي مرحلة انتقالية، ينبغي عليك أن تكيف نفسك للتعامل معها بفاعلية. نقطة الأصدقاء اللي ذكرها الأستاذ مساعد جدا ممتازة. هناك أصدقاء سيبقون معك فترة طويلة، مريت وياهم في دراستك الثانوية 12 سنة، بعضهم من المرحلة من الصف الأول ابتدائي إلى ثالث ثانوي هم مع بعض، لكن مع الجامعة هناك مفترق طرق. سيبقى من هؤلاء مجموعة بسيطة، لكن زملائك الذين ينبغي أنك أنت تبني علاقة معهم حاول أن تختارهم بعناية. الآن هناك زملاء جدد، زملاء دراسة جامعية، فاختيار الزميل والصديق ينبغي أن يكون بعناية وبحذر. فننتبه لهذه النقطة لأنها سيترتب عليها كثير من الأمور خلال دراستك الجامعية في أي تخصص كنت، فنحرص على هذا الموضوع كذلك. فقط أردت أني أؤكد على هذه النقاط لأنها بالفعل نقاط جدا رائعة وجميلة. أنا سأستعرض الموضوع الجزئية اللي قدامكم بشكل سريع. جامعة الملك فيصل هي أحد الجامعات السعودية 28 الجامعات الحكومية، أنشئت في عام 1395، عمرها الآن قرابة 45 سنة. يوجد بها قرابة اللي هو في هذه السنة 15 كلية، هناك عمل جاد من إدارة الجامعة لإنشاء كليات جدد تفاعلاً مع احتياجات المجتمع
وتحقيقا لمتطلبات اللي هو رؤية المملكة 2030. فبالتالي هناك في الطريق بمشيئة الرحمن ستكون هناك 3 إلى 4 كليات جديدة سترى النور قريبا بمشيئة الرحمن خلال اللي هي ممكن نهاية هذه السنة أو السنة القادمة بعد ما تأخذ الموافقات الرسمية. فستكون عندنا في الجامعة قرابة 19 كلية جامعية تخدم أبناء المحافظة وتخدم أبناء المنطقة وتخدم أبناء المملكة ككل. التخصصات في هذه الجامعة متنوعة تخدم جميع القطاعات. أنت قبلت في التخصص الذي اخترته أو قريبا منه حسب التسلسل اللي أنت طلبته في وقت التقديم على الجامعة، لكن حرصك على هذا التخصص وعلى هذه الدراسة سيترتب عليه تميزك وخدمتك للمجتمع بمشيئة الرحمن بعد حصولك على الدرجة العلمية التي تسعى للحصول عليها بعد فترة اللي هي الدراسة الجامعية بمشيئة الله. هناك بعض الكليات يتطلب لها حضور السنة التحضيرية، سيكون لها يوم تهيئة، أتوقع دكتور أحمد غدا، ها يبدأ غدا بمشيئة الله وبعد غد. هذه السنة التحضيرية أي طالب يكون من خلال السنة التحضيرية معنى ذلك أن دراسته باللغة الإنجليزية، دراسة الكلية كلها بتكون باللغة الإنجليزية. طبعا اللغة الإنجليزية تعتبر مطلب أساس. قد يكون بعضكم أنتم قبل في كليات أخرى غير الكليات التي تتطلب لغة إنجليزية، لكن هذا لا يمنع من تعلمك اللغة الإنجليزية. الجامعة كذلك حرصت بتنسيق مع اللي هو عمادة السنة التحضيرية لتقديم بعض الخدمات للي هو الكليات التي لا تدرس باللغة الإنجليزية، وسيكون هناك بمشيئة الرحمن تنسيق في هذا الخصوص مع العمداء المعنيين في هذا الموضوع. فلذلك اللغة الإنجليزية هي مفتاح للمعرفة العالمية، تستطيع من خلالها الوصول إلى المعارف العالمية بشكل سهل وبشكل ميسر، وتستطيع الحصول على المراجع المتقدمة والحديثة بطريقة سهلة وميسرة من خلال هذه من خلال اللي هو حصولك على أو اللي هو تمكنك من اللغة الإنجليزية. طبعا اللغة الإنجليزية لمن لا يدرس في الجامعة باللغة الإنجليزية قد تكون اللي هي الآن جزء من المهارة التي ينبغي على الطالب أن ينمي نفسه فيها، فكلما تمكنت منها سيكون عندك مثل ما نقول بونص زيادة بعد التخرج بمشيئة الرحمن، أنك أنت تحصل على وظيفة بشكل أسرع وبشكل أيسر بمشيئة الله. نرجع مرة ثانية لموضوع اللي هو حضور المحاضرات. حضور المحاضرات مهم جدا وينبغي علينا أن احنا نحرص عليه. هناك سيكون تحضير إلكتروني من قبل أعضاء هيئة التدريس لجميع الطلاب. فلذلك مثل ما قلت لكم من شوية، لن يأتي أحد ويقول لك ادخل المحاضرة، أنت من تدير نفسك في الجامعة وأنت من تحرص على نفسك في الجامعة. فلذلك حاول أنك أنت تجتهد من أول يوم في الدراسة ولا تضيع الفرصة عليك، لأنه لو كان هناك تغيب عن المحاضرات بعدد محدد سيترتب على ذلك حرمان، والحرمان يعني رسوب في المادة لا سمح الله. فنحرص من البداية على أن نحن نحضر حضور متكامل. اترك الأعذار، اترك التكاسل، كل هذه الأمور ستنساها بمشيئة الرحمن بعد حصولك على اللي هو
الدرجة العلمية اللي أنت تسعى لها. لكن من يتكاسل البعيد أو يتقاعس عن كثير من الأمور سيترتب على ذلك إخفاق، سيترتب على ذلك رسوب، سيترتب على ذلك فيما بعد لا سمح الله استبعاد من المقعد الذي أنت حصلت عليه. وهذا المقعد اللي أنت حصلت عليه نافست من خلاله أعداد كبيرة من الطلاب، قرابة 40,000 طالب، أنتم الصفوة. من تم قبولهم هذه السنة قرابة 9,000 طالب وطالبة من 40,000، يعني أنتم أفضل تقريباً 25% من الطلاب المتقدمين على الجامعة. فلذلك لا تضيع الفرصة عليك، واحرص من البداية على أنك أنت تستثمر هذا المقعد الاستثمار الأمثل. أكرر مرة ثانية مباركتي لكم في القبول بالجامعة، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع عرض تقديمي يقدمه سعادة الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان عميد عمادة القبول والتسجيل، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء رحب سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار لتشريفه وتكريمه لهذا اليوم التعريفي للطلاب، وأشكره شكرا كثيرا على تنظيمه لهذا اليوم التعريفي، وكان حرصه جدا كبير لتعريف الطلاب ووقوفهم كمسؤول إدارة الجامعة يقف معكم في جميع الأمور. أشكر الأستاذ أحمد لترتيبه لهذا اللقاء، وأشكر إخواني العمداء الموجودين هنا الذين حضروا معكم ومازرتكم في هذه اليوم التعريفي. طبعاً اليوم أتكلم عن عمادة قبول وتسجيل. بسوى شيء أبارك وأهنى جميع أبنائي الطلاب في قبولهم. زي ما قال أخي الساس الأستاذ الدكتور عبد الله، تم انتقاء جميع الطلاب وأخذ الصفوة، وليس انتقاء مجرد لشخصيات، لا، وانتقاء بمعدلات الطالبة الذين حصلوا على أعلى الدرجات وتنافسوا مع بقية زملائهم وحصلوا على المقاعد باستحقاق وجدارة، وليس له أي أحد علاقة في انتقاء لأي طالب موجود، وهو درجاته الذي حصل عليه في أيام الثانوية وحصل على المقعد باستحقاق وجدارة. طيب، عمادة قبول التسجيل بعد انتهاء ما قبلناكم في هذه السنة الجديدة إن شاء الله، طبعاً فيها مجموعة خدمات لها علاقة وثيقة بين عمادة قبول التسجيل وبين الطالب. أهم شيء زي ما قال سعادة الدكتور عبد الله، الطالب هو الذي يعتمد على نفسه، لا يوجد أي أحد هنا يساعدك. ما أقصد المساعدة اللي هي لن يساعدك في الأمور الأكاديمية، لا، أنا أتكلم لن يوجد هنا أحد يساعدك كأستاذ أو فني في معمل أو إلى آخره يقول لك أنا أسوي عنك أو أصلح لك هذه، زي مراحل التعليم سواء من الابتدائي إلى الثانوية لخصوصيات هذه المدارس مختلفة اختلاف كلي عن الجامعة. الجامعة ستخرج طالب يكون عنده استعداد الاعتماد على نفسه، وهذا التدريب لأربع سنوات أو خمس سنوات أو ست سنوات حسب التخصص هو يكون جدير في هذا التخرج. هي في كلمة واحدة، هذا الحرص هذا كله ينتج عن أول شيء اللي هو الدرجة اللي أنت ما شاء الله عليك حصلتها في الثانوية وحصلتها بجدارة في قبول جامعة الملك فيصل، يجب أن تحافظ عليها في الجامعة، وهو المعدل GPA، المعدل التراكمي. للأسف الكثير، أنا أتوقع هذا من خبرتي الطويلة في عمادة قبول التسجيل، للأسف الكثير لا يحرص في أول ترم على الاهتمام والجد والاجتهاد في أول ترم، وخصوصاً نحن اليوم
كلها علاقة بسنة تحضيرية اللي هو الكوارتر رقم واحد أو الكوارتر الأول. إذا لم تكن أنت جاد في هذا الأمر لن لم تحصل المعدل المطلوب، لن تستمر في الدراسة. السنة التحضيرية عندهم كوارترين يعني نصف ترم بس صغر. إذا لم تحصل المعدل المطلوب سوف بالتالي تفقد مقعدك، خلاص انتهى الموضوع. أما الطلاب اللي خارج السنة التحضيرية يكون عنده 3 انذارات سوف يفقد حقه برضو ويكون له مقعد في الجامعة. فضروري جدا أنك تحرص على المعدل والدراسة زي ما قال الدكتور عبد الله، هي مكملة لها، لكن لا تستهين بالمعدل التراكمي أو الاختبار أو الواجب أو إلى آخره. ليس زي مثل مراحل الدراسة الثانوية، مختلفة جدا. فاتك الاختبار في تغيبك انتهى الاختبار عليك، ما حضرت يحطك غايب ل 25%. كثير من الطلاب يفهم 25% بطريقة خاطئة، يعتقد أن هذا حق مكتسب له. لا، ليس حق مكتسب، هو وضعت 25% للظروف الإنسانية القاهرة على الطالب، يعني كمرض لا سمح الله، يعني أمور أخرى. المهم بس هي ليست الحق. في بعضهم يقول لا والله بجلس في البيت وأنام وأرقد وأنا عندي 25%، هذا غير صحيح، وهذا يعطي انطباع الديبارت اللي أنت فيها حيكون أنك طالب، أنت لسه طالب جاد في دراسة الجامعة. طبعا عندنا خدمات العمادة قبل التسجيل، احنا عندنا شراكة مع اخواني العمدة اللي موجودين امامكم كلهم، نظرا لكبر الجامعة والمساحة الشاسعة اللي فيها وبعد الكليات عن العمادة قبل التسجيل، يوجد وكيل كلية للشؤون الأكاديمية ومسجل الكلية. جميع الخدمات اللي ترى تحتاجها تكون عن طريق هذه الإدارة اللي هو وكالة كلية شؤون الأكاديمية ومع مسجل الكلية. ما يحتاج أن تحضر وتضرب مشوار، لأن عندك محاضرات تجي العمادة لسؤال معين. هو أصلاً العمادة تأخذ جميع المعلومات من الكلية، ليست العمادة اللي تنشأ. كثير من الناس يعتقد أني أنا أحط المادة مثلاً فلانية، مثلاً نفترض قال أنا أبغى فقه السيرة ولا أنا أبغى مهارات لغة إنجليزية، ليست العمادة اللي تضع المقرات، اللي تضعها الكلية. فأي مشكلة أو أي مواجهة في هذه ترجع لوكيل كلية شؤون أكاديمية مع مسجل كلية، اثنين تجد هذا أو تجد هذا، فهو يوصل المعلومة ويعالج المشكلة لك ويوصلها للعمادة قبل التسجيل. هذا واحد. حتى الشعب لما تمتلئ العمادة قبل التسجيل لن تفتح العدد زيادة إلا بتوجيه من الكلية. فهذه الخدمات موجودة للمواد التسجيل. طبعا تسجيل الطلاب الجدد حيكون جدول جاهز إن شاء الله بإذن الله الأحد، وحتكون أيقونة خاصة اسمها طباعة الجدول، وبالتالي تدخل بالرقم الجامعي وتطبع الجدول جاهز إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله. العمادة أغلبها خدمات إلكترونية، أنت في البيت في الكلية في القسم، يعني أعطيك مثال اللي يبي أجل تأجيل دراسة، تأجل دراسة إلكترونيا موجودة الخدمة تفتح في وقت معين. بس قبل هذا أتمنى للجميع أن يقرأ التقويم الزمني. طبعا السنة التحضيرية لها تقويم زمني خاص، أنا أتكلم عن طلاب السنة التحضيرية، لها تقويم خاص، في تقويم زمني آخر للطلاب غير سنة التحضيرية. لازم تتابع عملية المراحل الموجودة، يعني مثلا تأجيل، تبي مثلا حذف مقرر أو أي شيء موجود. التقويم الزمني الخارج فيه موجود التحويل والاعتذار وغيرها، هذه كلها إلكترونية. تدخل على الخدمات الإلكترونية في العمادة قبل التسجيل وتختار الخدمة الموجودة. طبعا العمادة غير قسم التسجيل عندنا قسم آخر وهو قسم اللي الشؤون الأكاديمية يعتني بالتحويل، طلبات التحويل وغيرها. عندنا قسم آخر وهو قسم الخدمات الإلكترونية اللي مسؤول عن يقدم لك الخدمات ويفعلها لك في أول تواريخ اللي محددة بالضبط المذكور في التقويم الزمني. عندنا خدمات المكافآت وهو الذي سوف يكون مسؤول عنك بإصدار جميع البطاقات البنكية إن شاء الله، حتكون جاهزة في خلال شهر بعد موصول المكافآت من وزارة المالية، يتم صرفها وإيداعها في حساب الطالب في كل شهر في 27 ميلادي. عندنا قسم آخر إدخال النتائج، مسؤول عن نتائجكم الطلاب إلكترونيا، تدخل من الكليات ويتم تفعيلها في
سجلك الأكاديمي، عندنا قسم اللي هو الخريجين اللي هو آخر مرحلة اللي الطالب المتخرج إن شاء الله من الواحد أحد يرفع من الكليات ويتم تخريج الطالب. ذكرنا احنا الأقسام كلها الموجودة اللي في عمادة 7 عندنا. أهم شيء عندنا لوائح، عندنا لوائح زي ما قال سعادة عبد الله الدكتور، عندك الحضور الإلكتروني، الحضور الإلكتروني زي ما قلت وقال سعادة الدكتور عبد الله إنك لو متحضر بالتالي حتتعرض للغياب، ثم تعرض 25% حيكون عندك حرمان. هذا أحد الأجزاء من الحرمان اللي تسبب في نزول معدلك. كثير من الطالب لجد السنة الثانية الفصل الثاني أو الربع الثاني يحاول بالجهد الضخم لن يستطيع أن يرفع المعدل، لأنه عنده تركة قديمة إحنا سمونا معادل تراكمي، يعني تتراكم معادل ما فيه. حتى لو جبت اليوم واحد والورثة الثانية ثلاثة حيكون التوتل حقك لسه في 1.8 تقريبا، ما زلت أنت الآن في الإنذار، فبالتالي ما سويت أي حاجة. تجي الاعتذار زي ما ذكرت أن هذه يعني 3 مرات طبعا متفرقة ومرتين، هذا بالنسبة للكليات السنة غير السنة التحضيرية. السنة التحضيرية مرة واحدة فقط لجميع الكليات السنة التحضيرية فقط، الكليات الصحية لا يكون لها تأجيل ولا اعتذار، لأن لازم ينهي البرنامج مدة سنة كاملة. طبعا حذف إضافة المقرر الإلكترونية بتواريخ محددة هذه يعني لها علاقة أكثر بالطلاب اللي خارج السنة التحضيرية، لأنك لو سنة التحضيرية حذفت مقرر أو هذا حتتأخر في عملية إنهاء سنة التحضيرية في وقت محدد، وبالتالي تعتبر متعثر في السنة التحضيرية. الخدمات الإلكترونية موجودة عندنا، خدمات تأجيل وكذا زي ما ذكرنا، طباعة تعريف الطالب، الاستفسارات، السجل الأكاديمي، دي كلها إلكترونية تدخل على موقع العمادة عن طريق خدمات إلكترونية. طبعا الصفحة اللي فيها طبعا الخطة الدراسية اللي جاءت من الكليات موجودة، وكلية الجامعة زي ما ذكر أخي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، التقويم الزمني مهم جدا. اقرأ التقويم الزمني عشان تعرف كل التواريخ، زي ما قالت الأستاذ الدكتور عبد الله ما في أحد بيقول لك تعال ترى امش حول، المدرسة تختلف، المدرسة تختلف، الجامعة هذا اسم حرم جامعي، ما أحد يستطيع أن نتابع 40,000 طالب. إحنا عندنا 40,000 طالب، غير 40,000 يتكلم عبد الله في تقديم، إحنا عندنا 40,000 طالب، لن نستطيع نعرف. يعني طالب يقول تعال لازم أنت تعتمد على نفسك. الأدوة اللوائح مذكورة في الجامعة، مذكورة عشان تعرف اللوائح. فأشكر جميع أبنائي لحسن استماعهم لهذه بعض المعلومات البسيطة، ولكن زي ما قلنا لو في أي استفسارات عندنا أنا أخونا خير الاستفسارات يجيب عليها صفة من الموظفين اللي عندهم باع طويل في الرد الأكاديمي. وأشكر سعادة السادة عبد الله الدكتور عبد الله بن عامر النجار حضور هذه اليوم التعريفي، وسعادة العمداء حضورهم معاكم، وأشكر الجميع وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا. اليوم أنا عندي كذا قصة صغيرة. أنا أول ما دخلت الجامعة كنت طالب هندسة، كان معدلي جدا عالي، كان كل شيء تمام، لكن من داخلي ما حسيت أن الهندسة مرة متحمس لها، ما حسيت أن شغفي هذا الطريق. كان إيش هدفي هنا المسرح هذا؟ إعلام. مباشرة جيت وغيرت تخصصي ودخلت إعلام. أبي أوصلكم صورة أن الإعلام أو الهندسة أو أي تخصص ما عليك من الاسم، عليك أنت إيش تبغى. أول ما بديت حياتي في الجامعة بديت مع الأنشطة الطلابية، كنت واحد نفسكم كلكم، أي واحد هنا موجود. لكن منذ أن دخلت الأنشطة الطلابية والثقافية صرت أشارك، صرت أقدم، صرت أحب هواية أنا مارسها. كل هذا كان بفضل الله، ثم بفضل عمادة شؤون الطلاب. وزي ما تشوفون في أندية كثيرة موجودة هنا، على سبيل المثال الناس اللي موجودة هنا اللي تنظم هذا المكان هم أحد الأندية الطلابية اللي موجودة. في من ضمنهم عمر من الطلاب في الأندية الطلابية، كان نفس بعض، حنا جالسين ونتعلم، لكن حبينا نغير شيء، حبينا نتعلم،
الجامعة مو بس تعليم، لا، لازم أنك تستفيد، تأخذ خبرات، لازم تتعلم أشياء جديدة. أتمنى ترحبون في صديقي عمر شامي. حاب أسألك، الأندية الطلابية إيش تعني لك؟ أولاً الله يحييك أخوي مساعد. حياك. بالنسبة للأندية الطلابية، طبعاً كلنا نعرف أن المملكة العربية السعودية جالسة تمر في نقلة نوعية. صحيح. من خلال رؤية الأمير محمد بن سلمان طال الله في عمره لرؤية 2030. طبعاً الآن العمل وفرصة الحصول على وظيفة ما تقتصر فقط على المعدل، صح، أو التحصيل الأكاديمي فقط، وإنما كذلك حتى أنك تفوز وتكون لك فرصة أكبر وأفضل للحصول على الوظيفة يجب أن تكون عندك مهارات. طبعاً جامعة الملك فيصل وخصوصاً عمادة شؤون الطلاب حبت أنها تحفز وتسقل هذه المواهب وهذه الميزات عند الطلاب، فقامت عمادة شؤون الطلاب وعملت أندية، تقريباً 9 أندية أو أكثر، حتى تسقل هذه المواهب لدى الطلاب. جميل، معناته أن الأندية موجودة ومتاحة وكلكم أنتوا تقدرون تدخلون وتشاركون الهوايات اللي أنتوا تحبونها. مجالات كثيرة، كل نادي له مجال، كل نادي له جانب آخر، كلكم تقدرون تستفيدون. والأندية وغيرها من الأنشطة الكثيرة اللي نبغى نتعرفها عن عمادة شؤون الطلاب. ويتفضل ربان سفينة عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبد العزيز التركي. أهلا وسهلا دكتور. السلام عليكم. حياك الله دكتور. كيف حالك؟ بش عنك؟ سهلا حياك الله. هلا عمر حياك الله. كيف صحتك دكتور؟ حياك الله. هلا سهلا. أنا وجميع الطلاب هنا حابين نتعرفون على العمادة. إيش تقدم لنا؟ إيش الأشياء المميزة؟ فعلمنا إيش موجود مثلاً في السكن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بالجميع وأبارك كذلك للطلاب الجدد قبولهم في جامعة الملك فيصل، هذه الجامعة اللي خرجت عدد كبير جدا من المسؤولين، عدد كبير من الأطباء، عدد كبير من المهندسين، وقادت البلد في كل مكان. هؤلاء لم يحصلوا على هذه المناصب من فراغ، كلهم كانوا في الجامعة وكان معهم أقران، ولكنهم تميزوا بعدد من الأمور، أهمها المهارات. صحيح. الطالب الجامعي يدخل الجامعة، الآن أنت مساعد والأخ عمر دخلتوا الجامعة، أنتم سواسية، لنفترض أنكم في قسم واحد، أنا كباحث عن عمل أو كمسؤول أبحث عن مدير أو وزير أو كذا، أنا ممكن أشوف الآن الأخ مساعد معدله 3 مثلاً و75 أو 4.5 مثلاً، وممكن اسمح لي عمر ممكن معدلك 5 من 5، زين، لكن بختار ممتاز، ها؟ صحيح. لكن بختار أنا مساعد أو العكس. ليه؟ بناء على المهارة. السر في تخرجك من الجامعة هو حصولك على المهارات التي تسعى الجامعة لإكسابك إياها من خلال عمادة شؤون الطلاب. نسعى أن نحقق هذا الهدف وأن نساعد الطالب في الوصول إلى هذا الهدف، وهو اكتساب المهارات المختلفة من خلال الأندية الطلابية، من خلال الأنشطة، مهما كانت اهتمامات الطالب. الآن إذا كان عندنا طلاب في كرة القدم على سبيل المثال، من اللي منكم يلعب كرة يا شباب؟ يرفع يده بس. ما شاء الله، ممتاز. قبل فترة، قبل تقريباً 5 شهور، فريق ومنتخب جامعة الملك فيصل مثل المملكة العربية السعودية بموافقة غالية من مقام سمو سيدي الملك سلمان الله يحفظه في الصين، وحصلنا بفضل الله على المركز السادس على مستوى قارة آسيا. وكل هذا طلاب، كل هذا بجهود طلابية. يا سلام. والجامعة تدعمهم بقيادة طبعاً سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار، داعم الأكبر للطلاب في الجامعة، وكذلك بمتابعة وإشراف من معالي مدير الجامعة الدكتور محمد العهلي. فأنتم محظوظون حقيقة في القبول في جامعة الملك فيصل، عندكم وكيل جامعة، مدير جامعة، متابعين لأدق التفاصيل اللي تهم الطالب، وإحنا هنا من أجل خدمة الطالب. فعلا عمادة شؤون الطلاب أنا أتوقع أنها لها أنشطة كثيرة، لها أشياء كثيرة تقدمها. عمر ذكرني أشياء أنا من كثرهم ناسي صراحة. والله يعني من الأشياء اللي صراحة دريت عنها تقريبا مؤخرا في السنة الأخيرة هي الصندوق الطلاب،
يا ليت يا دكتور تقول لنا حتى أن الشباب يكسبون الفرصة هذه دامهم في الخطوة الأولى، شنو يقدم صندوق الطلاب للطالب؟ ممتاز جدا. عندكم فكرة شباب عن صندوق الطلاب؟ اللي عنده فكرة يرفع يده بس عشان نشوف تصويت سريع، ممكن ما فيه. طيب، الآن الدولة حفظها الله تدفع مبلغ 1000 ريال تقريبا لكل طالب. أولا تخصم 10 ريال لصندوق الطالب وبقية تذهب كمكافأة للطالب، تمام؟ 10 ريال هذه تجمع في صندوق يساعد الطلبة على مثلا في أنشطتهم الطلابية، في الإعانات للمحتاجين، للسلف كذلك اللي يحتاج سلفة، تأخذ مثلا 1000 ريال، 1500 ريال، 2000 ريال، وترجعها مثل ما هي بدون أي طبعا فوائد وبدون جميل. أي شيء يعني يأخذ منكم بدون فوائد. بدون فوائد طبعا. نعم نعم. مبلغ مثلا أحيانا يحتاجه الطالب يسر أموره لفترة معينة، صح. أنه يعطى السلفة هذه ويعيدها من خلال الخصم من المكافأة. وهذه تعطينا ميزة جدا مهمة للطلاب، أنه يعتمد على نفسه ويكون عنده حس المسؤولية. نعم طبعا كثير من الطلاب أخي مساعد أحيانا يقول ليش مثلا 10 ريال تأخذونها، لكن في المقابل بعض الطلبة يتخرج من الجامعة وهو حصل على أكثر من خليني أقول لكم من 20,000 أو 30,000. واو شلون؟ شلون؟ سألتني شلون؟ الآن قبل فترة طبعا مثل ما قلنا أرسلنا عدد من الطلاب للصين، تذاكرهم، سكنهم، أكلهم وشربهم طوال فترة المناسبة هذه كانت من الصندوق. يا سلام. كذلك عندنا في الصيفية هذه الماضية يا شباب كان عندنا طلاب راحوا أذربيجان، تعرفهم ولا؟ أعرف. تعرف اللي راح سنغافورة؟ أعرف. وين رحت أنت؟ لا رحت أذربيجان. راح أذربيجان، ممتاز. ففي عندنا طلاب راحوا الأذربيجان، راحوا لسنغافورة، الآن في طالبات في ماليزيا، في طلاب راحوا إيطاليا، في طلاب راحوا أمريكا، في طلاب الآن في مصر. يعني يا جماعة هذا كله من صندوق الطلاب. الجماعة العمادة فلة يا جماعة، انبسطوا، مكان تبدع فيه، ابدع ابدع ابدع، استغل مواهبك والعمادة بتقدرك إن شاء الله في مثل هذه الزيارات. وأي دعم لأي طالب في أي مجال بتوجيه من سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، احنا هنا في خدمتكم. أي نشاط تبرز من خلال مهارتك وهوايتك احنا ندعم بإذن الله. الله يعطيك أبد، احنا هذا واجبنا، واجبنا هذا أبد. طبعا كذلك الآن لو تشوفون الآن هنا زملائكم الآن من النادي الإعلامي، عندنا كذلك من العمل التطوعي، عندنا كذلك مجموعة من الطلاب من العمل التطوعي ومن نادي الجوالة النادي المتميز، عندنا في العمادة وأندية كثيرة في معرض في الخارج هنا كذلك يشرح بشكل عام عن عمادة شؤون الطلاب وعن أقسامها، سأذكرها هنا بإيجاز. عندنا الخدمات الطلابية، سكن طلابي موجود هنا لمن هم في خارج الأحساء يتقدم مباشرة في السكن، واليوم راح يعطوكم جميع الإجراءات هذا فيما يتعلق بالسكن. جميل. السكن كذلك يعني مبلغه رمزي تقريبا 1125 ريال في الفصل الدراسي الواحد. دكتور أنا سمعت إن لحالة الواحد سم السكن يكون لحالة ولا ثلاجة وشيء؟ والله عندهم جيم خاص. يا سلام. نعم جيم خاص. عجيب. وفي غرفة تلفزيون وفيه مطبخ مشترك، ما شاء الله. فإن شاء الله يعني الجامعة تسعى بقدر المستطاع أنها تقدم الخدمة للطالب. دلعت طبعا الجامعة هذه بما فيها من ممتلكات كلها من أجلكم أنتم يا أخواني الطلبة، وبقية زملائي إن شاء الله سيشرحون لكم بعض الخدمات التي تقدم خارج العمادة. كذلك في العمادة عندنا إدارة التغذية، عندنا مطعم هنا اسمه مطعم الطلاب، تعرفون يا شباب أجي مرة ثانية اللي يعرفه بس مطعم الطلاب يرفع يده. طيب مطعم الطلاب باختصار شديد هو مطعم يقدم الخدمات الغذائية للطلاب، الطالب يدفع مبلغ رمزي الجامعة تدفع الباقي. واضح يا شباب؟ نقول لهم ايش الوجبة دكتور؟ سم؟ نقول لهم ايش الوجبة؟ نعم؟ أقول نقول لهم ايش الوجبة؟ والله ممكن من تجربتك يا جماعة. أنتوا الحين تخيلوا الحين قداكم صحن في رز، ها؟ ترتيب ودجاج وسلطة وسلطة وحلى وفواكه وعصير وموية وشاي شاي بعد. كل هذا كم تتوقعون؟ ها كم تتوقع سعرها؟ 13؟ لا اوكي ما شاء الله في ناس عارفين فعلا يحبون التوفير. 5 ريال فعلا هذه الوجبه بس 5 ريال مره ممتازه. وجبه الفطور 3 ريال. الجامعه والعماده جلسه تقدم الكثير لجنه احنا كطلاب
فالله يعطيها العافية. طبعا هذه الأسعار الآن تتفاوت من فترة لفترة وتكون دراستها عن طريق المتعهد، ولكن حاليا هذه هي الأسعار. الطالب يدفع بالنسبة للغداء 5 ريال، طبعا إدارة الجامعة تكمل الباقي، تدفع تقريبا 15 ريال زيادة لكل وجبة يأخذها الطالب. الله يعطيكم العافية. نعم، وكذلك عندنا خدمات أخرى من ضمنها التوجيه والإرشاد، إذا كان سبحان الله واجهت الطالب بعض الضغوط أو بعض المشاكل أو يحتاج دورة في مجال معين، إحنا كذلك من خلال العمادة نشرف على عدد كبير من الدورات التدريبية اللي تقدم للطلاب طوال السنة. طبعا نستهدف كذلك مهارات القرن 21 اللي من ضمنها فقط من على سبيل المثال مهارة القيادة، مهارة التفكير الإبداعي، مهارة التخطيط، تشكيل فريق العمل. هذه كلها من المهارات اللي راح تجعل خريج جامعة الملك فيصل متميز عن غيره من الطلبة. الآن هل المشوار هذا راح يكون سهل يا شباب؟ من منكم يعتقد أن مشواره في الجامعة بيكون سهل؟ الدكتور يقصد أنه سهل بإذن الله راح نوصل مع الخدمات هذه كلها. أنا أتمنى يكون سهل، ولكن ما في مشوار في الدنيا هذه سهل. صح، كل الطرق كل طريق تسلكه للنجاح راح تواجهك عدد كبير، راح يواجهك عدد كبير جدا من المشاكل والصعوبات. صح، إذا تغلبت عليها فأنت ستنجح في هذه الحياة، لأنك لن تتعطل، لن تقف أمام مشكلة وتقول هذه مشكلة. صح، إذا واجهتك الآن صعوبة في التعامل مع مثلا الموظف مساعد أو الطالب خالد أو الدكتور عبد العزيز، إذا عرفت كيف تتعامل مع شخصيات مختلفة من الناس، بكرة إذا تخرجت ورحت وظفت راح تعرف كيف تتعامل مع مديرك. صح ولا لا يا شباب؟ أكيد. هذا الفكرة. فلذلك الآن من خلال الجامعة بإذن الله إحنا موجودين هنا عشان نسهل لكم هذه الإجراءات، ولكن الطريق مليء بالصعوبات، لكن أنتم قدها، أنتم قدها. بخت الله يعطيك العافية. إخواني الآن نشوف فيلم وثائقي عن عمدة شؤون الطلاب، ويعطيكم العافية. شكرا لكم. في كل مطلع عام تفتح جامعة الملك فيصل أبوابها مرحبة بطلابها، أولئك الذين ينسابون في صروحها جداول أمل ترفرف فيها خيالاتهم وطموحاتهم في ظلال حياة تعليمية إبداعية راقية وبيئة جامعية تصنع الأجيال الواعدة لبناء وطن الشموخ والعطاء. أول الأبواب التي يستفتح بها الطالب واحات الجامعة بوابة القبول والتسجيل، لتبدأ إجراءات القبول في منافسة وشفافية عالية حسب معايير النسب الموزونة والرغبات المطلوبة والتخصصات المتاحة، لتفتح له آفاق التميز والتفوق الأكاديمي في كليات الجامعة المتعددة. وعند دخول الطالب الجامعة تتلهف واحة عمادة شؤون الطلاب للقائه، تلك العمادة التي تنهض برؤية شاملة لتفعيل مشاركة طلبة كليات الجامعة بتقديمها حزمة من الأنشطة التي تسهم في تعزيز فعالية البيئة التعليمية والتربوية المتكاملة للتحصيل العلمي والتدريب وتنمية المهارات وممارسة الأنشطة المتعددة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وتوفير الخدمات السكنية والغذائية. وتضم عمادة شؤون الطلاب عدداً من الإدارات والوحدات المسخرة لتقديم خدماتها للطلبة
فهناك خدمة التغذية التي تعمل على توفير أجود المطاعم والوجبات الصحية، وهناك خدمة السكن الجامعي للطلاب والطالبات، والذي يضم أرقى الخدمات ويوفر الحياة المعيشية المطمئنة. وهناك وحدة التوجيه والإرشاد على الصعيد الديني والنفسي والتربوي، وهناك صندوق الطلاب، والذي يسهم في منح الطلبة مبالغ مستردة بتقسيط مريح وعلى دفعات شهرية ميسرة تخصم تلقائياً من مكافآتهم الجامعية، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل الطلاب والطالبات وصرف مكافآت التشغيل الطلابي، كما تعزز العمادة مواهب الطلبة وإبداعاتهم من خلال مشاركاتها الداخلية والخارجية في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات والبطولات. وقد تحقق لطلبة الجامعة خلال سنواتها المديدة كثير من الإنجازات لطلابها وطالباتها في مجالات معرفية وبحثية ورياضية متعددة. كل ذلك العطاء يأتي سعياً من العمادة لتكوين شخصية متوازنة للطلبة تحافظ على هويتها وانتمائها وثوابتها الدينية والوطنية وتعودها على العمل بجماعية بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتعلم والمنافسة والإبداع، إلى جانب ما تقدمه العمادة من رعاية للطلبة المتميزين والمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وما تسهم به في خدمة المجتمع. وتحتضن المدينة الجامعية صروحاً تعليمية وبحثية وخدمية توفر البيئة الجامعية الخصبة الحاضنة للطلاب والطالبات، إلى جانب المنشآت الرياضية التي تم تشييدها بمواصفات عالمية واحترافية، والقاعات الترفيهية التي تستوعب كل الأنشطة الرياضية المتعددة. أما المكتبة المركزية والتي تحتل مكان القلب في جسد الجامعة المترامي الأطراف، فهي تفتح أبواب قاعاتها المتعددة للطلاب للمطالعة والمراجعة والاستذكار في المراجع العلمية وفق أنظمة إلكترونية حديثة تواكب التطور التقني والرقمي العالمي، وتقدم خدماتها المتنوعة لكل فئات الطلبة والمجتمع. وتعد جامعة الملك فيصل في طليعة الجامعات المتميزة بخبرتها الاتصالية والإعلامية، فهي أول جامعة تبث أنشطتها فضائياً من خلال المركز الجامعي للاتصال والإعلام، والذي يغطي كل الأنشطة الطلابية المختلفة عبر قنواته الإعلامية الصحفية والمرئية والإذاعية والرقمية، كما يفتح المركز أبوابه لكل الراغبين من الطلاب والطالبات للمشاركة في مجالات الإعلام تدريباً وتأهيلاً وإسهاماً. إدارة الأمن والسلامة صرح آخر يؤمن بعد رعاية الله تعالى الحياة الجامعية بكل تفاصيلها، ويسعى بتضحيات رجاله الأوفياء إلى توفير بيئة جامعية آمنة تنشر الطمأنينة والانسيابية في الحراك الجامعي داخل المنشآت وخارجها. ويعد الدعم الصحي والطبي والرعاية المتواصلة من أهم أولويات الجامعة من خلال ما يقدمه مجمع العيادات الطبية من خدمات طبية مجانية للطلاب والطالبات. هي بيئة جامعية متكاملة وأبواب صروح شامخة تفتحها جامعة الملك فيصل لطلابها عاماً بعد عام،
لتظل شعلة النور التي تملأ الشرق علماً وعملاً وعطاء. نبراسم يتوج مدينة العلم في واحة الأحساء. كان هذا المقطع الفيلم الوثائقي من إنتاج المركز الجامعي للاتصال والإعلام، الله يعطيهم العافية. أما الآن مع عرض تقديمي تقدمه إدارتي الأمن والسلامة مع الأستاذ ناصر المري فليتفضل المشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الله النجار على إتاحة الفرصة لإدارة الأمن والسلامة لتقديم هذا البرزنتيشن أو هذا المادة التي أكيد أنه ستفيد الطلبة المستجدين والذين نبارك لهم حصولهم على هذه الفرصة والتي تعد فرصة العمر في بداية العمر، فنتمنى لهم التوفيق جميعا. إدارة الأمن والسلامة من أهم الإدارات التي تقوم بالمحافظة على الأرواح والممتلكات في جامعة الملك فيصل، أسوة بالإدارات الأخرى أو ممثلة بالإدارات الأخرى التي في الجامعة. دخول الطلاب المستجدين من بوابات الجامعة، كما نرى أن هناك في بوابات عديدة في الجامعة، بوابات غربية والبوابات الشرقية وبوابات من جهة الجنوب ومن جهة الشمال. جميع هذه البوابات خصصت للدخول الطلاب أو الطالبات أو المراجعين، لذا كما ترون معي هنا أنه هناك مخصص لكل الكليات بوابات مخصصة للدخول من هذه البوابات. الغرض من هذا طبعاً هو دخولك بيسر وبسهولة وعدم تأخيرك على المحاضرات، لأنه أحياناً قد تكون ساكن في جهة الشمال والبوابة الشمالية لا تخدمك، بحيث أن الزحمة ستكون متواجدة على طول المسار داخل الجامعة، ومن ثم يبدأ تأخيرك للحضور إلى المحاضرة. لذا نرجو من الجميع الالتزام بالحضور أو بالدخول عبر البوابات المخصصة لكل الكليات. التعليمات والإرشادات المرورية داخل الجامعة، ما أخفي عليكم يا شباب، إحنا في جامعة الملك فيصل نعتبر في موقع مهم جداً من المواقع التي تحافظ وتطبق الأنظمة المرورية بحذافيرها، لا من ناحية المخالفات المرورية، من ناحية سحب المركبات المخالفة، أو من ناحية برضو استدعاء المرور لا سمح الله في التجاوزات. لذلك يرجى من الجميع التزام بجميع القوانين المرورية داخل جامعة الملك فيصل. أنظمة المواقف، هناك عدة مواقف مخصصة داخل الجامعة، في مواقف خاصة بأعضاء هيئة التدريس، وهذا طبعا يمنع منعا باتا دخول الطلاب إلى هذه المواقف، ومواقف سطحية للطلاب، وهناك مواقف متعددة الأدوار تحافظ على ممتلكات الطالب سواء المركبة أو ما داخل المركبة، وهذه المواقف مربوطة بغرفة عمليات وتحكم، ويوجد بها كاميرات مراقبة تراقب جميع الإشكاليات التي قد تحدث داخل هذه المواقف، وهي آمنة وقريبة كذلك من مواقع الكليات. آلية سحب السيارات المخالفة، طبعاً جامعة الملك فيصل تعاقدت مؤخراً مع إحدى الشركات التي تعمل في سحب المركبات المخالفة وهي شركة موقف. هذه الشركة لها موقع داخل الجامعة تقوم بسحب السيارة بعد تصوير المركبة الواقفة مخالفة، سواء في مواقف الطلاب أو مواقف أعضاء هيئة التدريس. طبعاً المخالفات أو سحب المركبات ما هي مخصصة فقط للطلاب، هي لجميع من يخالف أصول السياقة والأنظمة داخل الجامعة، سواء طالب
مراجع، مدير، دكتور. احنا هنا في جامعة الملك فيصل نلتزم التزام تام بأنظمة القوانين وأنظمة المواقف وأنظمة السياقة، حتى نعطي نموذج طابع نموذج طيب أمام الآخرين بأن هناك من هم يعني مختلفين عن الآخرين. آلية المخالفات المرورية تطبق كذلك حسب لوائح وأنظمة وزارة الداخلية، اللي هي عكس السير أو قطع الإشارة أو ما شبه ذلك. وهناك في تواصل مستمر وخط مباشر مع إدارة المرور في محافظة الأحساء من أجل هذه المخالفات التي تحدث داخل أروقة الجامعة. أنظمة كاميرات المراقبة بالجامعة، أنا بقول لكم سر، والسر أنه في جامعة الملك فيصل إحنا في مكان ما أقولها مجاملة، كأن إحنا فعلاً في مكان مختلف تماماً. يعني ممكن تقولون إحنا في يعني بدون مبالغة في لندن مصغرة. ليش أنا قلت لندن؟ لأنه أكبر مدينة في العالم مربوطة بكاميرات مراقبة هي لندن، ومن ثم دبي، والثالث جامعة الملك فيصل. تصفيق. جامعة الملك فيصل طبقت التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، بضرورة ربط جميع المنشآت التعليمية بأنظمة الكاميرات المراقبة، وكان لها السبق في هذا العمل. الآن وإحنا الآن موجودين في هذه القاعة، هناك من هو يراقب القاعة في غرفة العمليات والتحكم. نطلع من القاعة في المواقف، هناك من يراقب المواقف. يعني بالأصح من أول ما تدخل، من أول بوابة لغاية لما تدخل قاعة المحاضرة وأنت مراقب، القصد من المراقبة هي الحفاظ على شخصك، هي الحفاظ على ممتلكاتك الخاصة، هي الحفاظ على تطبيق الأنظمة والقوانين. وهذا الذي سعت لجامعة الملك فيصل عند تطبيق هذه المنظومة. طبعاً كاميرات المراقبة في أكثر من 1500 كاميرا مراقبة متطورة موجودة في داخل القاعات، داخل المسارح، داخل المعامل، داخل المباني، في الشوارع، في الطرقات، في المواقف. هذه الكاميرات طبعاً تقوم بالتسجيل مدة 120 يوم، يتم الرجوع لها عند الحاجة. فلذلك حتى لو أنت تخالف وتتوقع أنه أنت مثلاً تجيك مخالفة ما حد رصد المخالفة، هي كاميرات المراقبة التي رصدت وتم إصدار المخالفة وتم إثبات هذه المخالفة على ضوء هذا التصوير. غرفة العمليات والتحكم طبعاً هذه تعتبر أو صنفت أكبر غرفة عمليات وتحكم تلفزيوني في المحافظة، في محافظة الأحساء، تدار على مدار 24 ساعة من طاقم شباب. وكذلك بقول لكم سر أنه هذول الشباب اللي موجودين في إدارة الأمن في هذه الغرفة هم بكالوريوس خريجين من جامعة الملك فيصل. الشباب اللي موجودين الآن في البوابات يأشرون ويفتحون لك الذراع الإلكتروني ويوجهونك أو الدوريات، معظمهم بكالوريوس من جامعة الملك فيصل أو من الجامعات الأخرى. ما هو تنقيص في مستواهم التعليمي، ولكن بالعكس إحنا نرحب بجميع الخريجين سواء من جامعة الملك فيصل أو الجامعات الأخرى. وهذا يدل على أنه مستوى الأمني في جامعة الملك فيصل عالي من ناحية الأكاديمي والتعليمي والثقافي وإلى ذلك. طبعاً هناك تلفون الطوارئ 9900 على مدار الساعة، يمكن تتابعون أو بعض المواقع اللي هو 991. طبعاً إحنا نحاول نصل إلى هذه المرحلة، أن نكون سريعين في استلام البلاغات وفي الاستجابة وفي اتخاذ القرارات. 9900 يعمل على مدار الساعة، متى تتصل فيه؟
في الحالات الطارئة اللي هي لا سمح الله حادث، حريق، شجار، اختلاس، سرقة، إصابة، أي سبب كان، ولكن تكون حالات طارئة. قد يكون هناك حالات طارئة ولكن لا تستدعي الاتصال، منها الحالات التي تستدعي إلى الصيانة أو تستدعي إلى بعض الأمور التي تتعلق بالطالب أو ممتلكات الطالب الأكاديمية التي تتعلق فيه، هذه لها جهات أخرى ثانية. التصاريح والبطاقات على كل الحاضرين الآن والطلاب المستجدين الحصول على البطاقة الجامعية وعلى التصريح دخول للمركبات. التصريح الدخول للمركبات والبطاقة الجامعية آلية الحصول عليها، فقط تدخل على موقع الجامعة الخدمات الإلكترونية بإدارة الأمن، تعبي الطلب، تعمل بروسس للطلب، تجيك رسالة على أنه تم استلام طلبك، يحدد لك فيها موعد حضورك خلال 5 دقائق، تستلم البطاقة وتستلم الاستيكر خلال 5 دقائق. اللي يأخذ أكثر من 5 دقائق في إدارة الأمن يجيني أنا المشرف العام في الدور الثاني يقول أنا طولت أكثر من 5 دقائق. ولكن في البداية سيتم السماح للطلاب مدة أسبوع أو أسبوعين ونتجاوز عن هذه البطاقة أو الاستيكر، ولكن ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات. احتمال يكون في منع للطالب اللي ما يتقيد بالتعليمات أو عدم حصوله على البطاقة أو الاستيكر. الإرشادات السلامة العامة هذه موجودة في كل المباني وكل القاعات، أنه التعرف على مخارج الطوارئ، المحافظة على أدوات السلامة في المبنى وعدم العبث فيها، من ضمنها طبعاً طفايات الحريق وما شابه، عدم التدخين داخل جميع مباني الجامعة وما حول المباني، وهذا فيه تعميم صادر من الوزارة برضو أنه راح يكون هناك فيه غرامة مالية على جميع من يثبت أو يثبت عليه أنه هناك تدخين سواء داخل المباني أو حتى محيط المباني والقريب من المباني. لذلك احنا نحذر من التهاون أو التهور وتدخين داخل، خصوصا داخل السكن، لأنه برضو السكن مراقب كاميرات المراقبة وأجهزة كشف الدخان، ومن ثم يعني حرام أن الطالب يتم استبعاده من السكن ويحرم من السكن بسبب تجاوزات داخل السكن. يعني هناك في خصوصية، يعني إذا واحد يدخن وعشرة ما يدخنون حرام أنه هذا الشخص ممكن يأثر أو يضايق الآخرين اللي موجودين عندنا في السكن، فلربما أن يكون هناك في مخرج له أو أماكن أخرى قد يمارس فيها هذه الشيء اللي نتمنى الجميع الإقلاع عنه. تعليمات عامة هذه بالنسبة لزوار السكن، لما تكون ساكن طالب ساكن في أوقات للزيارة، بوابة دخول الزوار من بوابة معينة، يجب برضو على الزائر أنه يثبت هويته حتى يتم تسجيله كزائر لدخوله، ومن ثم يطبق على الزائر ما يطبق على الطلاب بالنسبة للتقيد بالتعليمات والأنظمة والنظافة والهدوء وعدم الفوضى وكل الأمور هذه. هذا اللي ما حبينا نوصله لكم في عجالة، ونتمنى للجميع التوفيق، وإذا في أي سؤال بالنسبة للأمن أو السلام أو الحصول عليه يشرفنا يعني وصولكم أو مقابلتنا في إدارة الأمن والسلامة لإجابة على أي سؤال من هذا القبيل. شكرا جميعا. إخواني، أما الآن مع عرض تقديمي عن مجمع العيادات الطبية يقدمه سعادة الأستاذ أحمد المبيريكي، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستعرض معكم بعض الخدمات التي تقدمها العيادات في مجمع العيادات الطبية. طبعاً نبذة عنه، أنه أنشأ مجمع عيادات طبية مسماه القديم كمركز صحي في عام 1397، وبعدها بست سنوات ألحق
فنياً وإدارياً بمستشفى الجامعي بالخبر. والآن تغير طبعاً مسمى بعد ما يعني انضم أو يعني جاء تبع كلية الطب. فطبعاً لهذا الأمر أصبحت الآن القدرة الخدمية تبعه أكثر. هناك رؤية متماشية مع رؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وهي توفير رعاية صحية متكاملة تواكب رؤية المملكة للتحول الإلكتروني 2030، وأيضاً توفير عيادات في مختلف التخصصات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا للمريض أو للمراجع. أيضاً هناك رسالة تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لكافة الطلاب ومنسوبي الجامعة بما يحافظ على صحتهم ووقتهم ويضمن سير العملية التعليمية بالكفاءة والجودة المنشودة. أيضاً هناك المشاركة الفعالة في الأنشطة التوعوية والتثقيفية الصحية داخل المجتمع الجامعي وخارجه. نجي لموقع مجمع عيادات طبية. موقع مجمع عيادات طبية يقع من قرب من كلية طب الأسنان عند بوابة رقم 2 مقابل كلية العلوم الطبية التطبيقية. كيفية الاستفادة من الخدمات الطبية؟ على كل طالب مستجد يتقدم بإصدار ملف أن يتوجه إلى مجمع عيادات طبية ويتوجه إلى قسم إدارة السجلات ويحضر معه اللي هو الإثبات الهوية الوطنية والبطاقة الجامعية. كيفية حجز المواعيد؟ طبعاً لدينا خدمات إلكترونية مميزة إن شاء الله في مجمع عيادات طبية امتداداً للخدمات الإلكترونية في الجامعة، تقع تحت موقع الجامعة اللي هو www.kfu.edu.sa في قسم الإدارات، ثم تختار إدارة مجمع عيادات طبية، ثم تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اختيار العيادة، وبعدها تتوجه إلى المجمع وتخدم حسب الوقت المناسب لك. هناك خدمات طبية مقدمة طبعاً من المجمع، وهي تقدم لكافة منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وموظفين وأعضاء هيئة التدريس بقسميها قسم الرجال وقسم النساء. هناك عيادات على سبيل الذكر ليس الحصر، عيادة طبيب الطوارئ والباطنية والأسنان، وأيضاً يهتم فيها الطلبة أكثر العيون والأنف والأذن والحنجرة والطب العام. وهناك أيضاً خدمات مساندة منها المختبر والأشعة والصيدلية والسجلات الطبية والعلاج الطبيعي. يبدأ العمل بمجمع عيادات الطبية من الساعة 7:30 إلى الساعة 4:30 يومياً ما عدا يومي الخميس، عفواً الجمعة والسبت أيام الإجازة. طريقة التواصل لو كان في أي استفسار وتعذر عليك الحضور أو المراجعة في مجمع عيادات طبية، تستطيع التواصل معنا على الهاتف الواضح أمامكم 5899-69-69. هذا كل شيء طبعاً لمجمع عيادات، وهو أحد الأقسام المساندة في الجامعة، وإن شاء الله نرجو لكم التوفيق. طبعاً إخواني، في نقطة ودي أوضحها لكم، ونقطة ترى جداً مهمة لكم أنتم كطلاب. طبعاً هذا الشيء للطلاب وأي موظف الجامعة. أنتم متخيلين أن لما تروح الجامعة، أو خل الجامعة لجنب الحين، أنتم الآن لما يعورك سنك إيش تسوي؟ يا مواعيد في المركز الصحي، يا خاص، يا سلفة طويلة. يا جماعة، الجامعة هي بيتك الثاني، هي داءك ودواك، كل شيء موجود. من ضمنها مجمع طب الأسنان. إيش هذا مجمع طب الأسنان؟ مجمع طب الأسنان مجمع متكامل، فيه استشاريين، فيه دكاترة، فيه أكثر من 90 عيادة خاصة بالأسنان يعالجونكم.
يعالجون أسنانكم مجاناً مجاناً. تجي تأخذ موعد وترتب أمورك وتجي. إيش تبون أحسن من كذا؟ وكل هذا تحت إشراف الدكتور حامد الأدعاني. الله يعطيكم العافية. الآن ننتقل إلى آخر شيء وهي تعبئة الاستبانة في يوم التهيئة. يتفضل الدكتور أحمد الملحم للحديث عنها. لا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية نشكر سعادة وكيل الجامعة الشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الله النجار على الاهتمام والحرص بأنه يكون معنا طول اليوم مع أبناء الطلاب وكذلك عمداء الكليات وعمداء العمدات المساندة. احنا في البداية بس نبغى نعطيكم تنبيهين. أغلبكم كلكم الموجودين في الفترة هذه الصباحية أنتم طلاب تقريبا السنة التحضيرية. في البداية قبل ما نغادر احنا بنطلب منكم ثلاث شغلات. في الآن عندكم ورقة استبيان نبغاكم تعبونها نستفيد منها في السنوات القادمة لما نسوي يوم تهيئة للطلاب زملائكم بنقل خبرات مرة أخرى. في عندنا التنبيه الثاني أنه عمادة السنة التحضيرية تدعوكم للاختبارات غدا. ما طبعا كل طالب عارف موعد اختباره إذا جاته رسالة إيميل أو رسالة جوال. واللي ما جاته هذه الرسالة يستطيع من موقع عمادة السنة التحضيرية يدخل البيانات حقته ويعرف متى موعد اختباره، إما الغد يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. بالإضافة بعد ما تخلصون من تعبئة الاستبيان خلال خمس دقائق ندعوكم إلى الحصول على وجبة الغداء حفاوة من الجامعة بوجودكم. وإحنا سعينا هذا اليوم أن احنا نكون معاكم من أول يوم دراسي، وستجدون وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية وجميع العمدات معاكم من أول يوم بداية دراسة إلين ما تتخرج، ونعطيك الوثيقة وتزورنا بعدين كخبرات نستفيد منكم. طبعا بعد ما تعبون الاستبان خلال الخمس دقائق في فقرة أسئلة متاحة، إذا في أي طالب عنده أي استفسار ما جاوب عليه العمدة أو ما جاوب عليه العرض المرئي. هل يوجد أحد عنده سؤال استفسار وده يسأل يتعرف الجامعة وإدارة الجامعة كلها؟ أبد موجودة وراح تساعدكم بإذن الله. فأي أحد عنده أي استفسار فهي في الخدمة بإذن الله. أتمنى يرفع يده عشان أعرف أو أشوفه. تفضل. المايك الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي، هل في برنامج لتخطير اللغة الإنجليزية مثلا الجامعات الثانية عندهم تقدم لهم اختبار الآيلتس أو اختبار التوفل ويعدون لك اللغة الإنجليزية؟ هل هناك برنامج في جامعة الملك فيصل لتخطير اللغة الإنجليزية في السنة التحضيرية؟ وشكرا. المايك الثاني. مشكورين. المايك الثاني يجي عند سعادة الدكتور عميد السنة التحضيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال الطالب عن درجة التوفل أو الآيلتس اللي ممكن يجتاز عبرها في برنامج السنة التحضيرية بعض مقررات اللغة الإنجليزية، في برنامج للاجتياز الطالب اللي يحصل على 5.5 وأعلى في الآيلتس يقدم الشهادة اللي فيها السكور، وطبعا فيها مدة إن شاء الله زمنية بكرة نشرحها إن شاء الله للجميع وأيضا معلنة على الموقع، وبخلالها يتجاوز لغة إنجليزية واحد فقط، لكن بيتم عنده لغة إنجليزية 2 و3 و4 على مدى الكوارترات، وبالتالي تجتاز لمادة واحدة ما يعطى فيها درجة نسميها احنا ناجح بدون درجة. نعم. شكرا لك دكتور. هل يوجد سؤال ثاني؟ اللي عنده سؤال يوقف. تفضل توقف. مشكور عشان نشوفك. اخواني الجوال مشكورين. في هنا واحد. هنا واحد. الله يعطيكم العافيه. بس هل يوجد نادي او انشطه يخدم تخصص الحاسب بشكل عام او اقسام الحاسب؟ جميل. يجاوبك عليها عميد شؤون الطلاب الدكتور عبد العزيز. الله يحييك. طبعا عندنا ما شاء الله كلية رائدة في جامعة الملك فيصل هي كلية الحاسب وتقنية المعلومات.
عميدها طبعا الدكتور ماجد الشمري الله يعطيها العافية. الكلية لها جهود كبيرة جدا في الاحتفاء بكل الطلبة الذين يرغبون بصقل هذه الهواية أو المهارة، وكذلك من خلال التعاون مع العمادة عندنا مجموعة من الأنشطة، وعندنا كذلك نادي مستحدث إن شاء الله قريبا يعني سيدشن يهتم بهذا الموضوع إن شاء الله. شكرا لك دكتور. السؤال الثالث والأخير على الجهة اليسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، ترفع. يعطيكم العافية على البرنامج اليوم، لكن حبيت أستفسر عن نقطة اللي هي غدا في اختبار تحديد لغة، أحد الأصدقاء لن يتمكن من الحضور، فما الذي يترتب على ذلك؟ وشكرا. بالنسبة للاختبار أيضا هو من اشتراطات القبول أنه يحضر تحديد المستوى، لكن إذا كان في عنده ظرف طارئ ممكن نحن نستمع له إن شاء الله، ويكون بإذن الله يعتبر أنه يبدأ من English 1. وطبعا بيكون في رسائل للي حضروا الاختبار طبعا ان شاء الله بيسكور حقهم بيبين لهم وهل هو ياهل انه يروح انجلش 2، واللي ما حضروا ايضا بيتم لهم رسائل لمراجعتنا لمعرفه اسباب عدم الحضور، وبناء عليه ان شاء الله يتحدد والله ييسر له. شكرا لك سعاده العميد. اخواني عندكم ورقه اتمنى انكم تسلمونها الى جميع المتطوعين اللي سلموا لكم الاوراق. ختاما شكرا لكم جميعا لحضوركم في يوم التهيئة، أتمنى أن كان يوم جدا جميل لكم، شرفتونا، الله يعطيكم العافية، شكرا لاستماعكم وشكرا لتفاعلكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.